كوتش كده، الكاوتش اللي هو اللي بيلزق ده، سكوتش يعني ولا مش عارفة اسمه الصراحة. المهم هبدأ ان انا اثبته بالطريقة دي. تمام، هظبط بقى الجزء اللي فوق ده علشان ما يبقاش باين لما اثبت عليه الوش اللي انا عاملاه بتاع الضفدعة. بعد ما ظبطته بقى بالشكل ده وما بقاش باين، هبدأ اثبته بمسدس الشمع. وبكده الشكل يكون خلص معايا، شكلها حلو جدا، طريقتها سهلة جدا وبسيطة وبتاخد معايا بصوا اقلام بقى، ممكن طبعا مش الوان يعني، ممكن الاقلام العادية خالص، اقلام جاف وفلوماستر وخشب وكل حاجة.